صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم إن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام في الجنة وأخرجته منها أنها شجرة الزقوم، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل، الجنة ليس فيها زقوم، هذا في النار، هذا ما يدري ويحسي حسي ما يدري عنه. شجرة الزقوم في النار ما هي في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنها شجرة تخرج، وين تخرج؟ في أصل الجحيم، وين جابه للجنة هذا؟ هل جاهل هذا؟ نعم.